الناس 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 هذا مقصير من حقهم من حقهم عايشين في الاوهام وي احنا مع المتضررين هاد الناس متضرره وي ولكن ولكن حذاري باش تاكلوا بفم الشوك هاد الناس هادو هاد الحقيقيين كياكلوا الشوك بفم المواطنين هاد الناس هادو بزاف ولكن نجي منهم شي وحدين باش 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 يضغطوا على العماله باش يعطيهم العيون وعطيهم الحوانت وعطيهم عطيهم مشاريع ضغط العماله منهم شي ناس هنايا راهم شي ناس يخصهم يكونوا في العرض تاع شي قاد هاد الحقيقيين كياخذوا السوق فان هاد الابرياء هاد الناس راهين في حقهم السوق باش يعطيهم ديالهم ولكن هاد الحقيقيين هادو ما شلنا منهم والو شحال من عام شحال من عام وهما عاد كيكذبوا على المواطن كاينين هنايا حقيقيين برطاجه صفاره باش يرجعوا دارو حرفه وتحيه للحقيقيين الاصليين اما هادو كيجيو ضغطوا على الحكومه باش يعطيهم وسلت الاخر المواطن مسكين ما ياخذ والو هو ما يبصنا هو بس هو الودا شوف هاد شوف هاد حقوقيين كيشوف كيف تسرع انا عشت وعلى عينزيلهم خاصة وعلى عينزيلهم خاصة وعلى خاصة هاد حقوقيين هادو بسم الله الرحمن الرحيم تحية الشرفاء والنزهاء اللي في البلاد وحتى تدخل انا كمواطن مغربي الناس اللي مهضومه في حقهم احنا معاهم احنا مع الناس اللي مهضومه في حقها ولكن واحد الميساج بغيت نوصلو لهاد البلطاجيين لهاد السماسره لهاد الارهابيين هاد ولاد الحرام هادو ديال الحقوقيين راه ما كنشوفو منهم حتى شي حاجه هاد الحقوقيين كيجيو حقوقيين مزورين هاد مزورين وكيجيو كياكلوا العافيه في الشعب ولاد الشعب كيجيو كيقولوا حنا غندويو عليكم حنا غندخلوا مع الناس الحوار كيدخلوا مع الناس الحوار المسؤول على السلطه كيعطيوهم غير مناصب ديالهم كيعطيوهم غير فين ياكلوا ما كيعطيوش للمواطن حقه كتولي هذيك اللجنه اللي هما دوك الحقوقيين اللي شي كنا غندويو عليهم وكيوليو عاد كيمشيو للسلطه وكيعطيو السلطه مثلا واحد كنعرفوا حقوقه يعطيه السلطه دابا برطبه واحد من هاد الحقوقيين الله هو داك اللحيه عطينو في التشارك دابا حانوت واحد من هاد الحقوقيين ها هو خاصو يتعتقل وتائر ها هو عندو اسكروكيت اسكروكيت كيقول انا حقوقي تاع داك اسكروكيت ثلاث مرات كيقول انا حقوقي باش حقوقي تباش هاد الحقوقيين متملقين هاد الحقوقيين ما كيدوش على الشعب هاد الحقوقيين كيدو على مصالح ديالهم الخاصه هما كيبتزوا السلطه هما المغزى من هاد الشيء هما ابتزاز السلطه باش السلطه تعطيهم شي عظم فين يكدوا راه شحال من واحد كنعرفو انا حقوقي عندو بارطما عطاش لي السلطه من اجل ابتزاز شحال من شحال من حقوقي كنعرفو انايا عطات السلطه ملعب تيران فين ياكل شحال من حقوقي كنعرفو من هاد الناس هادو حقوقيين كنعرفهم خاصهم يكونوا في السجون قنعوش ولكن لا حول ولا قوه الا بالله هاد الناس هادو حنا مع المتضررين وي هاد المتضررين ياخذوا حقهم كانوا ناس هنا بلطاجيين في العماله كانوا ناس يعني ما تخرجش حوار ولكن دابا لحد الان الحمد لله كاين الناس كيتحاوروا مع الناس وهاد البلطاجيين هاد الحقوقيين اقسم لكم بالله العلي العظيم واليوم دنيا وغدا اخره هاد الناس حتى كياكلوا العافيه والشوك اخوان الشعب ما استحمروناش انتوما اللي كنتو كتجيبوا ليك الهيئه ديال الدفاع وبليك الهيئه ديال الحق حنا كندافعوا على المواطنين راه كدافعوا على الحق ديالكم شحال من حقوقي كنعرفوا انا عند البرطمه شحال من حقوقي كنعرفوا انا عطاتو الدوله فين ياكل حيت بتزها حيت هاد الحقوقيين كيبتزوا السلطه وكتخاف منهم السلطه وكتعطيهم ما ياكلوا وشكرا حنا راه غايولوا على هاد الوطن راه كلهم كنعرفهم واحد بواحد واحد عنده مدرسه وواحد عنده مستافد في السوق في التشارك واحد ريع ريع هذا ريع حنا شي كنعرفوا حشومه عيب وعار باش تاكل بابواب الشعب ولاد الشعب تاكل فمهم العافيه والسوق راه حشومه راه الناس اللي خاصها تستافد ماشي هاد الحقوقيين انا اتحدى اي واحد بعد الحقوقيين كلهم كلهم سماسره واي واحد فيهم عنده برطمه واي واحد فيهم عاطينو عظم فين يكذب والشعب ما كيستافدش حنا مع المتضررين وي حنا مع المتضررين ولكن هاد البلطاجيه هاد المنافقين اللحيه والنفاق
كنعرفهم واحد واحد كيجيو كيمتز السلطه باش السلطه تعطيهم فين ياكلوا، ولكن الشعب راه عاق ما تستحمروناش، حنا راه عاقنا والشعب عاق وفاق المغربي. ما يبقاوش يستحمرونا، ما يبقاوش يستحمرونا، ما يبقاوش يستحمروا الشعب، الشعب راه عاق. ما تملق في هاد الحقوقيين، راه كيتقلبوا بحقهم ماشي بحق المواطن. عيب والله الا عيب. وري الصوابع الناس هادو، علاش ماشي الصوابع؟ عرفت معاهم ملي كان السكن كيريد الصوابع، ملي كان الواسطي كيريد علاش ما جاوش؟ ملي كان دوار الواسطي كيريد والناس متشرده، فين كانوا هاد الحقوقيين؟ فينا هما؟ ما عليهم والله اللحية والنفاق، هادو كيكذبوا، هادو صفارة، هادو ماشي حقوقيين. وأنا هاد الميساج هذا، هاد الميساج هذا غادي نرسلو. خمسة ديال الشباب، هاد المساوي هذا، المساوي هذا، شوف، هذا المساوي، ما كاينش أكبر نصاب هذا. عيب عيب وعار. أنا ممثل ديال المستفيدين، ممثل الشرعي ديال المستفيدين، أنا صاحب الفيديو اللي كاين في اليوتيوب، أنا كنقول لكم 95% عباد الله تحققت بالهدف من شغل ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والضجة هذه اللي كدار هنا، أقسم بالله العلي العظيم إلا فتنة، فتنة باغي يبتزوا منها الجمعية، كاينين هنا في وسط منهم خمسة الناس اللي باقي ما تسولش الوضعية ديالهم، وحنا مستعدين باش نتوسطوا، ولكن كاين اللي باقي ما دافع حتى شي ريال عباد الله من 2007 ل 2019 12 عام هذه باقي ما دافع حتى شي ريال، كيقول لك الدولية حقي، ما داوش لك حقك، أنت ما باغيش تخلص، أنت ما باغيش تعدي الواجب، كاين اللي دافع 10,000 درهم ومشى ناعس وكيتسنى عطوني محل بالواجهة. عباد الله المشروع راه كيف ما قالوا النهار يعني ابتزاز ابتزاز كيف ما صرحت نهار الاول كاين قالوا راه فيه الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي، بعد ما دخلت لنا الفكره المشروع ما يمكنش لي غيطلع ب 117 مليون كيما كان مقرر، علاش ان المشروع طلع بحله زوينه بحله مزيانه، ما يمكنش يطلع ب 10,000 درهم وتقبلنا الوضع والناس راه 95% خلصات الواجب ديالها، بقاو هنا خمسه الناس اللي كاينين راهم حارقين عليهم الضجه وراح حشومه وعيب وعار باش يبقاو يتسحبوا، راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.